كراسي نبويه على الاوضه. وانا اجي اسلك صوتي يا اختي باللانسون ده، اصل المسرح بيشغي كده بالزباين مستنياني. كادني الهوى يا حلو جون. خلصني من البهي، خلصني. تتكلم في ايه لولا؟ انت مش وعدتني انك تخلصني من البهي؟ لولا انا يجي النهارده عشان say goodbye. goodbye. انت كمان هتتخلى عني؟ انت كمان هتتخلى عني؟ مش ده حكاية، انا اتنقلت على مين؟ على الهدود. يعني شو؟ مش هشوفك؟ لولا حبيبي، انت عارف انت اكتر واحد انا احب اشوف قبل سافر. Just like the day I left England. Just like the day I left my kids. I've got the picture of theirs. شوفي صورة ولاد أنا. كل اللي عم شوفه رجال عم تتخلى عني والدنيا دمار دمار. هول تيابي يلي بالشنطة، أنا بدي أطلع على المسرح أرقص وحضرته ياخد التياب. خلاص يا ست لولا، خلاص يا ست أنت، ده أنا أقبض عليك معاهم. واتس رونج لولا؟ إيه ده؟ في إيه؟ جون مارك، الحقني بساتين وبدهم ياخدوهم. اتلم يا ست أنت، أنتوا عصابة ولا إيه؟ سيبي سانتا، تعالي أقعد. أنا عارفة إنك زعلانة مني يا ست لولا، ليكي حق، ماني برضو زودتها معاكي. الدنيا كلها مزودتها معايا يا نعيمة. بس هو المرسى بالعباس، أنا كان قصدي في الأول ضحك وهزار، بس الله يجازيه بقى ست بهي، هو اللي كان بيوزني عليكي. بهي، البهي وحده اللي استفاد من الحرب. بالك يا ست لولا، أهي الحرب دي هي اللي بينت كل حي على قصر. أنا بكره الحرب أكتر من أي شيء تاني بحياتي. أنا بقى عكسك، الحرب دي علمتني حاجات كتير قوي وخلتني أعرف قد إيه الواد حميد ده جدع بصحيح. أنا متشكرين يا ست لولا يا هنيسة، لا مؤاخذة إن أنت حيرتنا معاكي. ليه؟ أنت أكتر وطنية مني؟ أه بس أنت كنت هتودي نفسك في داهية. يا سلام، ما أنت كمان كنت هتودي نفسك بداهية. ثاني دي مواظع يعني بلدي، قصدي مصر مثل لبنان، كلنا عرب وكلنا بالهم سوا. بس انت عارفه الشنطه دي كان فيها ايه؟ كان فيها سلاح.